لكن نيجي بقى لبرونو سافيو. برونو سافيو عمل شغل جامد جدا، لكن لما جه انا لعيب لسه ما لعبش واعمل عليه حمله اعلاميه في البرامج التلفزيونيه، كل البرامج وقال لك هيتوقف وستوش تلاتوش كانهم كلهم كانوا مولودين في بوليفيا اولاد اللذين، كانهم مثلا لهم مراسلين في بوليفيا وهم ما يعرفوش بوليفيا غير لما الراجل ده جه من بوليفيا، اكيد يعرفوا البرازيل، وكله عمال يفتي ويقطع في الراجل. ما حدش اتكلم عن تحليل اداء الفني، ما حدش اتكلم عن سحر برونو سافي، عن لمسات برونو سافي، عن جمال برونو سافي، عن روعه هدف برونو سافي. كلهم صعبانين عليه، اصل عمل مشكله مع حكم هناك ومرشح للايقاف 6 سنين. يا ابني يعني ما تقعدوش تهبدوا، الله يخرب بيتكم. الناس فقدت المصداقيه في البرامج الرياضيه التلفزيونيه، في الفضائيات، كله دلوقتي معانا على السوشيال ميديا. ليه امانه ومصداقيه وصوت حر وراي حر؟ لا حد بيوجهك ولا حد بيقول لك اوعى تقول ولا حد، انت وضميرك الحي، ضميرك حي هتقولك تقول كلمه الحق. فضميرنا الحي بيقول ان احنا ما كانش ينفع نعمل اي هجوم على اي حد. طيب زكريا الوردي غلط وضيع الزمالك وكذا مباراه وكان يستحق يطرد في المباراه الماضيه، ماشي، هل ده كواليتي نادي الزمالك؟ انا شايفه مش كواليتي نادي الزمالك ده، يعني خال ممكن يلعب في فرقه البراجيل، يعني لو البراجيل خدته، او يلعب في فرقه كفر الهنادوه مثلا، او في مركز شباب بشتيل عند بلال نظير هناك، يروح الوزير كان بيفتتح النهارده شويه منشات عنده، يروح كده. لكن انت مش كواليتي نادي الزمالك زكريا الورد. طب فين يا عم سامسون اللي انت جايبه؟ مش قلت فيرويد جامد وبتاع ودافعين في فلوس وجايبينه من امريكا اللاتينيه وهو ده اللي هيكسر الدنيا؟ وديت سامسون فين؟ خبيته فين؟ هتقولي رضا عبد العال ما يشوفوش ولا محللين الفضائيات يشوفوه. فهنا يجب ان يتسق الجميع مع نفسه ويتعامل بامانه وضمير ومسؤوليه مع عريس الفرح امبارح برونو سافي. اما العريس الثاني فهو كريم فؤاد. كريم فؤاد تاني مره بيلعب هاف رايت مش بيلعب باك رايت، ماشي، وبيقفل الحته مع اكرم توفيق وبيزيد هجوميه. شوفوا والتمريره جايه بيقول له العب انا رايح لها، حطها في الجول، ماشي الحال. ده اللي كان الناس بيتكلموا فيه انه هيرحل وانه هيمشي وانه حكايه وانه روايه مش عارف ايه. الراجل نجح في تطوير ادائه الفرد. طيب لايك وشير وصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، صلي عليه يرزقك بركه الصلاه عليه ويرزقك شفاعته. لايك وشير وصلي على الزين، ودع نفسك والوالدين والغير. طيب